مرحبا بحضراتكم مره اخرى. معايا استاذ محمود من محافظه الشرقيه. اتفضل يا استاذ محمود. معايا يا استاذ محمود؟ طيب الو، انا سامع حضرتك كويس، اتفضل. بالنسبه للفلسطيني يعني كنت عايز استفسر بس عن الزراعه بتاعته. ايه بيخص بقى الزراعه؟ احنا اتكلمنا عن الميعاد وعن تجهيز الارض، عايز تعرف ايه تاني؟ ما هو بس بالنسبه للميه عندنا ميه صرف. ما صرف زراعي يعني الملوحه فيها مرتفع؟ لا، صرف صحي ومع صرف زراعي. ما فيش حاجه اسمها صرف صحي مع صرف زراعي، ركز في كلامك يا حاج محمود علشان احنا بنتكلم على زراعه. لو صرف صحي ده بيبقى تعديات ولازم ننفذ عليه قانون وياخد غرامه وعقوبه. انت بتروي منين؟ انت فين في الشرقيه؟ احنا على مصر الثانيه يا استاذ سامي. يبقى انت على مصرف ايه؟ مصرف صان الحجر. على مصرف صان الحجر. ومصرف صحي وصرف زراعي. انت مصمم على كلامك كاني ما بتكلمش. ايوه يا بيه، انا معاك بقول لك صرف صحي وصرف زراعي. لا، الصرف الصحي ده تعديات لازم يتطبق عليها القانون، ما نسكتش. لا انت تسكت ولا نسكت. ما انا هقول لك، ما احنا ماشيين على كده، ما فيش ميه. ما فيش حاجه اسمها ماشيين على كده، انت كده بتشتغل غلط. هشتغل غلط، طب انا اعمل ايه؟ ما تزرعهاش كده. احنا دلوقتي لو في حد كسر ماسوره متعدي على صرف وحول الصرف بتاعه عليه، لازم نبلغ مجلس المدينه يجي يشيل التعديات دي. يا سعاده الباشا، يا سعاده الباشا استنى، ده اكتر من 10 كرة بيحطوا صرف في مصر الصور. بقول لك ايه يا حاج؟ انت بتكلمني وكاني ما بنزلش عندكم الشرقيه، مع ان اكتر محافظه انا موجود فيها وصان الحجر، واقول لك على كبار العائلات هناك وعلى يعني ما في. انا مش في صان يا استاذ سام، انا مش في صان. انت ايه؟ انا مش في مركز صان، انا في مركز كفر صقر. انت من كفر صقر، احسن ناس. اسمعني علشان انت الكلام اللي انت بتقوله لازم يبقى فيه دقه. احنا متعودين بنروي من ترعه وعندنا صرف زراعي. يا سعاده الباشا، احنا عندنا الترعه ما بنشوفش الميه فيها. طب انت طلبك ايه يا حاج محمود؟ طلبك ايه؟ لا اسمعني بس يا حاج محمود. حاج محمود، طلب حضرتك ايه؟ يا استاذ سام، لا انا بسالك طلبك، انا بقول لك طلبك ايه بس. انا عايز اشوف الفول الصويا ينفع الزراعه. لا ما ينفعش، ما ينفعش عندك. ماشي، بشكرك. علشان نبقى واقعيين يا جماعه، في حاجه اسمها معايير للزراعه، وفي حاجه اسمها ان احنا ازاي يا جماعه نبقى بنتعامل مع الموارد بتاعتنا. الارض بتتزرع ميه وصرف. اي مواطن بيقوم بمخالفه ويتعدى على الصرف الزراعي وهو بقى بني مخالف فبيعمل ماسوره عشان يدور على صرف، ده بيطبق عليه القانون. وفي هذا التوقيت الدوله زي ما احنا بنتابع كل يوم في ازالات للتعديات، في ازالات للتعدي على الصرف او على الترعه، وفي تطبيق للقانون، وفي غرامات، وفي عقوبه بتصل للحبس. فاحنا لازم نبقى عارفين ده كويس.